خلص التذوق وفتنا نطلع على النتائج لنشوف مين حب مين ما حب. اهلا اهلا. هلا والله. دوبا حليت وكملت القعده. ما اعرف الناس شنو يفكرون، ما اعرف الناس شنو اذواقهم، بس شفت نظره ابوي قلت او نو ايش صاير. في هذا الاختبار اقاربكم هم النجوم، من بعد ما طبخوا معاكم وداقوا اطباقكم صار وقت يختاروا الطبق المفضل عن كل واحد منهم. ما راح ازعل لو طلعت الاضعف قدام جوزي. حبدا مع زوجة شيف فيصل مدام امال، مين حضر الطبق الافضل بالنسبه ليكي؟ بصوت شيف محمد. أنا بصوت للشيف سما، حبيت الطبق. مدام نادي عارف إنه نفسك تصوت لابنك ذاكر. بس لمين حتدي صوتك؟ هم كلهم اثنين، أما فيهم واحد مش خليني صوت له، خاطر أنا ذيك عرفت إن كرش الحم لحمة، وكلني فيه محمد. صوتين للشيف محمد. ثلاثة أصوات للشيف محمد، جداً لذيذ. شيف محمد ثلاثة أصوات وشيف سما صوت واحد، والصوت اللي جاي أكيد مو ليكي. للأسف. زين لمين تدي صوتك؟ بصراحة كلهم يعطيهم العافية على الأطباق اللي تقدمت، لكن حدي صوت للشيف محمد. ومحمد بس حقنا. شيف محمد صار عندك أربع أصوات، يعني أنت الفائز في ده الاختبار. بس حنكمل تصويت. فرحان بزاف خاطر المرة اللي فاتت شكشوكة خسرت بها واليوم نربح بها ورديت لها قيمتها. حنكمل في التصويت لأن والدتك أكيد ما حتصوت لك. مدام سميرة لمين تدي صوتك؟ شاب فصل. شكرا. مع إنه صرنا عارفين إنه شاف محمد هو الفائز في الاختبار، بس لازم نعرف تصويت أستاذ إبراهيم. يقولون الحلو ما يكمل، وحتى العروس يقولون لها خدها أحمر شوية. أنا شخصيا أفضل الطاجن. شيخ فيصل. أعتقد الطاجن كان جيد تقديماً وطعماً وتعبير عن الروح الشعبية. هذا تصويت أستاذ إبراهيم مع ملاحظاته. عن ست أصوات ما شاء الله. سمعنا كثير ملاحظات اليوم. ما قدرت أفوز دي المرة، بس على الأقل أنا في أحد اختار صحني. ألف مبروك شيخ محمد. شكراً. أنت الفائز بتاع الاختبار بتصويت الأقارب، واستاهلت امتياز في مرحلة التحدي. والدتك سميرة حتكون السوشيف اللي حيساعدك في التجهيز لتحدي الليلة. لا أرجوكي مو اليوم. أيوة سمعتوني كويس، التحدي حيكون الليلة. تعب مرة من جد تعب إنه نعمل اختبار وتحدي في نفس اليوم، فمرة صعب. المطلوب منكم تحويل الأطباق التقليدية اللي حضرتوها برفقة أقاربكم في الاختبار إلى وجبات ستريت فود. مرة انبسطت، من زمان نفسي أسوي تحدي أكل الشوارع. وتقديمها لسكان قرية دوما الشمالية الليلة. هذا الموضوع ده يعجبني كثير، طبق ديالك من التراث والطبقة الشعبية وطردتوا ستريت فود وتعرفوا على الناس، فكرة كثير نحبها. حيكون معاكم ساعتين للتحضير في مطبخ توب شيف ونص ساعة لتجهيز عربتكم في أسواق دوما. التحدي اليوم بعد بدنا نشتغل ساعتين، بعد بدنا نطلع، بدنا نطعمي عالم، نهار كتير طويل رح يكون. جاهزين؟ جاهزين. شيف محمد لا تنسى تاخذ والدتك. انا صراحه كنت بغي امي تقعد مع العائلات وتاخذ وقتها وترتاح، ولكن غادي تشتغل معي زوج ساعات. وقتكم يبدا دحين. المطلوب منكم تحويل الأطباق التقليدية إلى وجبات ستريت فود. وقتكم يبدأ دحين.